اليوم عزيزاتي بهذا الفيديو محضرت لكم تمرين اكسلين رائع طاباطا 4 دقائق فقط لا غير. رح تحسوا بحرق الدهون العنيدة القديمة المتراكمة في منطقة الكرش، المتراكمة في منطقة الأرداف فعليا وحرفيا. صعوبة التنفس هي يلي رح تحرق لك الدهون. ستحمليني لأربع دقائق واعملي هذا التمرين كروتين صباحي يومي قبل ما تفطري وشوفي النتائج السحرية. عزيزاتي بحب ذكر بالبرامج المجانية على صفحتي www.sarabuffit.com، لا تنسي تشيكي عليها حسب شكل جسمك. إذا كنتوا جاهزين خلينا نبلش فورا 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 فورا. كم داون مرة ثانية جامب داون كمان 10 ثواني نفس نفس one okay one two three one two three One, two, three. One, two, three. One, two, three. One, two, three. فيكي تميلي صدرك للأمام. One, two, three. Yes. Alright, go, go! Love this one. سكري افتاحي، سكري افتاحي، كروس كروس. خلصت. عزيزاتي هذا كان كل شيء لليوم. إذا عجبك الفيديو لا تنسي تعملي والاشتراك بالقناة إذا كنتي مشاهدة جديدة. بحبكم كتير، بشوفكم بعدين، باي.